صباح الخير. هنتكلم النهارده على حاجه مهمه جدا اللي هي الطبيعه الخلابه، وهجيب لكم من قلب الطبيعه وازاي ده يريح الانسان نفسيا ويخلي علاقته بربنا حاجه جميله وتحس. لو عايز تتابعوا معانا هم حوالي 3 دقايق بس، هنتكلم عليهم على حاجه مهمه جدا، خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني، واحنا هنا دلوقتي في مكان غلاب في حته في مصر اسمها سينا جبليه. لو بصينا كده بالصور كده على الجبال، سينا دي مبنيه زي الاسنان، ودي الاماكن اللي مشي فيها سيدنا موسى وشعبه زمان، وعدوا ووصلوا لغايه ارض فلسطين. المكان الجميل ده فيه صفاء للنفس، تحس بحاجتين مهمين جدا هنطلع بيهم الفيديو ده. نمره واحد، انك انت لو اختليت بربنا وبقت علاقتك بربنا تتواصل، لما يحصل فيه هدوء تحس بوجود الله في حياتك، تحس ان ربنا ده موجود فعلا مش كائن كده بعيد. في احد الحكماء قال مجرد النظر الى القفر يعطي الانسان راحه نفسيه ويميت في النفس شهوه القلب. طبعا الفسحه والراحه دي نقطه تانية، لما تتفسح وتتحرك وتركب موتوسيكلات، شايفين كام الموتوسيكلات كده؟ هنبص كام الكاميرا هتشوف الموتوسيكلات جايبه لغايه الاخر. كل الناس دي جايه تتفسح، مصريين واجانب من كل حته في العالم جايين يشوفوا الطبيعه الخلابه ويمشوا بحاجه بسيطه خالص زي موتوسيكل كده وسط الصحراء عشان نفسيتهم تبقى حلوه. بحاجتين نطلع بيهم الفيديو ده. نفسيتك حلوه في يوم اجازه يديك طاقه ويديك تبقى حاجه جباره في الشغل. ونمره واحد الاولى والاخيره، علاقتك بالله، التواصل مع الله، الخلوه، تحس بالراحه النفسيه وتحس انك انت مش محتاج اي حاجه غير ربنا معك، لا اريد شيئا على الارض. كان معاكم ماجد المنقبادي، طب وتنميه بشريه.